أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما هو الجمع بين قول البربهاري رحمه الله ولم يبلغنا عن أحد من علمائنا أنه ناظر وجادل، وبين ما ثبت عن الشافعي وأحمد رحمهما الله أنهما ناظر أهل البدع؟ المراد بالمناظرة التي نفاها البربهاري رحمه الله المناظرة التي القصد منها اللجاج وإثارة الفتنة والتشويش على الناس، أما المناظرة التي القصد منها بيان الحق وإزالة اللبس هذه مطلوبة في كل وقت. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.